عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جونيور فور عاملين ايه؟ ده آخر ليسونز في اي مادة الاي سي تي في امتحان شهر 10. كده يكون كل منهج شهر 10 لمادة الاي سي تي جونيور فور موجود معاكم على القناة. اسمعوا بقى وذاكروا كويس واستنوا المراجعة اللي هنعملها على قناتكم لتسلير. يلا بينا نبدأ لسون 6. هفكركم احنا بنشرح من كتاب بني. لسون 6 بيقول common ICT problems and solution، حاجات بتحصل معاك مشاكل مشهورة جدا وانت بتستخدم الاي سي تي او بتستخدم التكنولوجيا الحديثة او بتستخدم الكمبيوتر بتاعك. هناخد الاشهر المشاكل اللي ممكن تقابلك وانت بتستخدم الكمبيوتر، وكمان هناخد السوليوشنز بتاعها او الحلول بتاعتها. اللي sometimes your computer has a temporary breakdown، اثناء ما احنا بنشتغل بننسى نفسنا قدام الكمبيوتر، فالكمبيوتر مثلا بيسخن بيهنج زي ما احنا بنقول، فبيروح ايه؟ واقف كده، خلاص انا مش مستحمل اكتر عن كده. زي الموبايل بتاعك لما تقعد تلعب ببجي وفي الاخر الموبايل يروح ايه؟ مهنج منك، خلاص الموبايل ايه؟ تعب، خلاص وقف. طب ايه البروبلمز اللي بتكون حاصلة؟ هناخد اشهر حاجة في البروبلمز دي. قال لي نمبر 1 او بروبلم نمبر 1، ان ابلكيشن وونت اوبن، عندك ابلكيشن موجود على الجهاز بتاعك ومش راضي يفتح. مثلا زي ايه الابلكيشن؟ زي ما اخدنا الوورد بروجرام، زي الاكسل، زي مثلا الكاميرا على الموبايل بتاعك دي اسمها ابلكيشن، زي الواتس، زي لعبة ببجي كلها دي اسمها ابلكيشن. طب مش راضي يفتح وانت اوبن، طب هنعمل ايه؟ قال لي اول حاجة انت ممكن تعملها تعمل ريستارت يور كمبيوتر. يعني ايه ريستارت جريد 4؟ تعال اوريكم يعني ايه ستارت. تعالوا بقى نعمل ريستارت للكمبيوتر بتاعنا. ازاي؟ باجي عند ستارت دي وندوس عليها، بنيجي عند ان احنا نقفل الكمبيوتر او نقفل اللابتوب بتاعنا، فدي كلمة باور بدوس عليها، بيجيني سليب ولا شات داون ولا ريستارت. لو انا دوست ريستارت دلوقتي اللابتوب بتاعي هيقفل ويفتح لوحده، هيقفل ويفتح لوحده، وده معنى كلمة ايه؟ ريستارت. ريستارت للجهاز ان انا بقفله وافتحه في نفس الوقت، بقفله وهو بيفتح ايه؟ لنفسه في نفس اللحظة. قال لي restart your computer and try again، وبعد كده حاول انك تفتح الابليكيشن ده تاني. طب if the problem is not solved، لو بقى نفس البروبلم لسه موجودة والابليكيشن بتاعي مش راضي يفتح، قال لي check that your software is up of to data to date. يعني ايه؟ ساعات السوفتوير بتاعي مثلا بيكون عايز يحصل له update. يعني ايه update؟ يتحدث، في فيرجن جديد او في اصدار جديد نزل، فخلاص الابلكيشن اللي عندي قدم فمش قادر يشتغل. if the problem is not solved، طب برضو عملت ابديت للسوفت وير؟ قال لي انستول يعني احذف خالص البرنامج اللي عندك على الجهاز and reinstall، وعيد تنزيله من اول وجديد. هعمل ثلاث حاجات، اعمل ريستارت للجهاز بتاعي، ما اشتغلش البرنامج، هعمل تشيك على السوفت وير لو كان عايز يعمل له ابديت او تحديث فهعمل له ابديت. طب عملت له ابديت وما تحدثش، هعمل له انستول، هحذفه خالص من على الكمبيوتر بتاعي، وبعد كده انزل ابلكيشن مره ثانيه. اوكي. طب لو بقى ما حصلش وانا عملت الثري ستيبس دول والبروبلم بتاعتي ما اشتغلش البرنامج، اروح اسال يور تيتشر اور فاميلي، اسال المدرس بتاعك او حد عندك في البيت. المشكله الثانيه نمبر 2، يور سكرين فريزز. حطيناها في الفريزر يعني؟ لا، يور سكرين فريزز يعني الشاشه بتاعت الكمبيوتر عندك وقفت خلاص، هنجت، تجمدت، فريزز، مش راضية تتحرك لفوق ولا تحت، ولا الماوس بتاعك راضي يتحرك ولا اي حاجة. ايه تعمل ايه؟ البريس اند هولد،
على الثري كيبورد بوتونز دول، التلات مفاتيح دول اللي في الكيبورد، كنترول والت وديليت مع بعض توجذر. طب فينهم؟ شايفين الكيبورد دول؟ ادي هنا كنترول وجنبيها الت، وعندي هنا مين؟ وعندي هنا ديليت. كنترول والت وديليت بتبقى مكتوب الاحرف بتاعتهم على الكيبورد، كنترول والت وديليت. لما الشاشه عندك تقف خالص ويجيب لك البرنامج ويقول لك نوت ريسبوندنج، خلاص ما بتعملش ولا حاجه غير انك انت تدوس كنترول والت وديليت مع بعض، تدوس الثري بوتنز مع بعض. طب المشكله ما اتحلتش، قال لي تراي تو باور اوف يور كمبيوتر، حاول انك تقفل من الكمبيوتر بتاعك من الباور، اند ريستارت، وتعمل ريستارت وتعيد تشغيل الجهاز من اول وجديد. طب برضو ما اتحلتش، اسال يور تيتشرز. طب ايه البروبلم نمبر 3؟ قال لي البروبلم نمبر 3 يو كانت فايند ا فايل، انت عامل ستور مخزن فايل عندك على الكمبيوتر بتاعك ومش لاقيه، هتعمل ايه؟ قال لي تشيك يور داونلود فولدر، اول حاجه ممكن تبحث في الفولدر بتاع الداونلود لو انت كنت منزله من على الاونلاين. If you are looking for a Microsoft Word file, look on your document. لو انت كاتبه على الوورد ابحث في الدوكمنت فولدر. If you are looking for a photo, looking in your picture folder طب لو انا منزله من على النت هبحث في الداونلود فولدر. لو انا كاتبه على الوورد هبحث في الدوكمنت. Search for document. لو هي فوتو جواه فوتو هبحث في البيكتشر فولدر. طب ما لقيتهوش، try doing a search using the search box. ابحث في السيرش بوكس. طب فين السيرش بوكس ده؟ تعال اوريه لكم. السيرش بوكس، السيرش بوكس بيبقى يا اما في ستارت بوتن او جنبها، يعني ممكن تلاقيه تدخل على الستارت ده تلاقيه هنا موجود، او جنبها في الويندوز 10 بتدخل كده، فبتكتب بقى ايه type here to search، بتكتب اي حاجة انت ايه انت عايزها، اي فايل اسم فايل انت عايزه بتروح ايه كاتبه هنا اهو right here، وبعد كده بتبحث عنه. اوكي great fine for. طب يلا بينا نكمل. طب خلاص بحثت في ده كله وعملت search وما لقيتش الملف بتاعي، ask your teacher. طب problem 4، problem number 4 بتقول ايه بقى؟ الماوس بتاعك، الماوس كيرسر، المؤشر بتاع الماوس زي ما انا بشغله كده isn't work، مش بيشتغل. طب هعمل ايه؟ اول حاجه تشيك ذات ذا ماوس كيبل از كونكتد، اتاكد ان توصيله الكيبل بتاعت الماوس متوصله كوريكت في مكانها الصحيح في المذر بورد. طب وبعد كده then restart your device، يعني انت روح شوفها هي متوصله ولا لا، لو لقيتها متوصله صح اعمل ريستارت للجهاز بتاعك. طب لو المشكله نوت ريسولفد ريبليس ذا ماوس بيكوز اتس مايت هاف ا ديفكت، استبدل الماوس بتاعك بواحد جديد لربما يكون حدث فيه عطل. المشكله ما اتحلتش بعد ما انت استبدلت الماوس، اسال ask your teacher or family for help، لمساعدتك. طب بروبلم نمبر 5 بتقول ايه؟ الكيبورد بقى isn't typing، الكيبورد مش بتكتب letters. قال لي برضو نفس الحكاية، check the keyboard cable، اعمل فحص على الكيبورد كيبل بتاعك is connected to the correct place، انه موجود في المكان الصحيح to the motherboard. بعد كده restart your device، المشكلة ما تحلتش replace، استبدل الكيبورد بواحدة جديدة because it might have defect، ممكن يكون حدث فيها عطل. ما تحلتش اسأل your teacher or family. وبكده grade 4 نكون خلصنا lesson 6، وكمان خلصنا اخر lesson داخل معانا في امتحان شهر اكتوبر. استنوني ان شاء الله في المراجعة اللي هتبقى على منهج شهر اكتوبر، اللي انتوا ان شاء الله لو حضرتوا المراجعة دي مش هتحتاجوا اي مراجعة تاني، وهتقفلوا بإذن الله المادة. أسيبكم في رعاية الله وفضله، دمتم بخير من بخير، دمتم متفوقين، جريت فور.